داهمت الشرطة البلجيكية الثلاثاء عددا من المنازل بالعاصمة بروكسل واعتقلت 10 أشخاص للاشتباه بهم في إدارة مجموعات لتجنيد أشخاص للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام. النيابة العامة الاتحادية في بروكسل قالت إن تحقيقاتها أظهرت أن عددا من الأشخاص غادر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، وقد صادرت الشرطة معدات وحواسيب وهواتف نقالة. وتعد بلجيكا واحدة من أكثر الدول تسجل فيها معدلات الانضمام إلى جماعات متشددة مثل تنظيم داعش.